السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في الحلقة الثامنة من سلسلة دروسنا عن هندسة الموارد المائية. ما زلنا بنتكلم عن السيرفيس ووتر هيدرولوجي، وهنتكلم إن شاء الله النهاردة على الجريان السطحي. بدأنا الكلام مع بعض بمقدمة عن علم الهيدرولوجي، بعدين نقلنا للكلام على المية اللي موجودة في الغلاف الجوي اللي هي الأمطار، وبعدين اتكلمنا عن الأحواض المائية الووتر شيدز اللي هي بتجمع مية الأمطار وتمشيها في مجاري وتركزها في أماكن معينة عشان يسهل الاستفادة منها. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حركة المية، المية بعد ما بتتجمع في المجاري دي إزاي، أو يعني المية إزاي بتتجمع في الووتر شيد وتتحرك مع بعض عشان توصل لأماكن يسهل تخزينها أو تجميعها أو الاستفادة منها. لما كنا بنتكلم عن المقدمة، اتكلمنا عن المقدمة للهيدرولوجي، واتكلمنا عن الووتر سايكل، اتكلمنا عن نهر النيل، اتكلمنا عن الموارد المائية في مصر. بعدين لما رحنا على البريسيبيتيشن اتكلمنا عن محطات الرينجيجز، اتكلمنا عن طرق يعني محطات الفروق بينها وبتقيس ازاي، اتكلمنا عن السي سيمبوليجون وازاي نقدر نقدر كمية المية بتنزل على مساحة بمعلومية المية الأمطار اللي بتقاس عند نقط بعينها. وبعدين شفنا مع بعض ازاي نتصرف لو عندنا محطة حصل فيها خلل في القياسات او توقفت عن العمل، ازاي نقدر نستفيد من المحطات الاخرى القريبة منها في ان احنا نسد هذا يعني المشكلة في البيانات. وبعدين اتكلمنا عن الابستراكشنز او التواقد اللي هي كمية المية اللي هي رغم انها يعني المية سقطت من الامطار الا ان في جزء منها ما بيمكنش الاستفادة منه بيعتبره فواقد، ده بيروح. واتكلمنا بقى عن يعني الفواقد الانفلتريشن والايفابوريشن وكل الاشكال المختلفه من الابستراكشن، وقلنا ان الفارق ما بين كميه الامطار وكميه التفاقد بيبقى هو ده كميه الميه اللي بيحصل لها جريان على سطح الارض او ما يعرف بالرانوف. الرانوف او الجزء اللي معانا باللون الاصفر دوت، احنا هنا هنتكلم فيه عن عدد من المواضيع. هنتكلم عن الستريم فلو اللي هي كميه الميه اللي بتمشي في مجاري او قنوات مائيه واضحه، مجرى مائي واضح، ده بيسمى الستريم فلو. هنتكلم فيه عن موضوع ازاي نقيس الميه اللي ماشيه في المجرى المائي، وده موضوع الفيديو الحالي. وبعدين الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن الهيدروجراف، او ازاي نقدر نرسم التغير بتاع كميه الميه مع الزمن. وبعدين هننتقل ان شاء الله ان احنا نكمل بقيه الكلام في بقيه المواضيع التانيه. نتكلم بقى عن ستريم فلو ميجرمنت. يعني الصوره اللي قدامنا يعني بتؤشر بتوضح يعني فكره ان ازاي احنا عندنا مجرى مائي واضح، ازاي نقدر نقدر كميه الميه. والصوره واضحه ان الراجل جايب زي يعني مسطره قياس او يعني قامه بيشوف بيها ارتفاع الميه. هنا احنا بنتكلم عن ان ارتفاع الميه بديهي، كل ما يعني منسوب الميه يرتفع في المجرى دي دلاله ان كميه الميه اللي ماشيه في المجرى بشكل عام هي اكتر. فاذا يعني دي فانكشن هنا ان هو بيقيس كدبس يجيب له تقدير لكميه الميه. طبعا الموضوع فيه تفاصيل اكتر هنتكلم فيها ان شاء الله، لكن يعني الصوره دي حسيت ان هي معبره فحبيت نبص عليها مع بعض. محتاجين نعرف مع بعض كام كلمه كده واحنا في صدد دراسه هذا الموضوع. اتفقنا ان الستريم هو يعني زي تشانل او قناه في الارض ماشيه بتتجمع فيها الميه بعد ما يعني خلاص بيحصل ابستراكشن من الرينفول، بتبتدي الميه تتحرك مع بعض بشكل مكثف بشكل خطوط، بتتشكل كانها قنوات او مجاري مائيه، هي دي اللي اسمها ستريم، ده المقصود بكلمه ستريم. الفلو بنقصد بحجم، يعني احنا عايزين التعريف الدقيق، يعني هو حجم الميه اللي بتتحرك في خلال كروس سيكشن معين من الاستريم. يعني لو احنا اتفقنا ان انا عندي هنا يعني لو بصينا كده ادي مثلا قناه هي كده ماشيه والميه ماشيه في الاتجاه ده مثلا، انا عايز انت كده انا عرفت ايه هو الاستريم بالمنظر ده من فوق. الفلو بقى هي كميه الميه، حجم يعني الميه اللي بيخرج او بيمر في اي كروس سيكشن في هذا المجرى المائي. تمام، المجرى المائي ممكن حتى يكون على شكل بايب، ماسوره او قناه اوبن شانل او غيره، مش فارقه. المهم ان يعني كلمه فلو ان انا اقدر اعرف حجم الميه اللي بتعدي خلال فتره زمنيه معينه عند كروس سيكشن معين. طيب ازاي بنقدر او يعني بيتم قياس كميات الميه ديت؟ اللي قدامنا دي 6 طرق مختلفه لقياس كميه الميه. طبعا دول مش كل حاجه، في طرق غيرهم، بس دول يعني الموست كومن وبيزك
طرق لتقدير كمية المياه. أول طريقة معانا اسمها الفوليومتريك أو فوليوم ميثود ووتر ميجرمنت، إن هي أنا عايز أقدر حجم المياه اللي ماشية في القناة المائية. تاني حاجة اسمها area velocity method، وزي الاسم بيقول كأن يعني الاسم بيشير إلى إن أنا هنا في الطريقة دي بجيب علاقة ما بين المساحة اللي المية بتغطيها، مساحة cross section يعني المية بتمشي فيه، وبسرعة المية اللي ماشية في هذا القطاع. بعدين float method هنشوف مع بعض يعني إيه float method. float اللي هي الشيء الطافي أو العائم، إزاي نقدر نستخدم شيء طافي أو عائم في تقدير مقدار الفلو اللي ماشي. وبعدين هنستخدم حاجة اسمها مانينج ايكويشن ميثود، دي طريقة من طرق تقدير كمية المياه اللي ماشية. وبعدين هنشوف يعني فرع آخر اللي هو اللي اسمه ميجرينج ستراكشرز، منشآت بقى بيتم بناء يعني ستراكشر أو منشأ معين عشان نقدر من خلاله نعرف كمية المياه اللي ماشية. وآخر حاجة اسمها تريسر ميثود، تريسر يعني زي كلمة تراك كده، تتبع يعني. فهنشوف حاجة معينة وهنلاقي بشكل عام إن تريسر دي يعني باستخدام بعض المواد الكيميائية أو نظائر حتى المشاهدة. لو بصينا على أول طريقة معانا قلناها اللي هي الفوليوم ميثود، اللي هي ببساطة طبعا هي بتستخدم بس في حالة يعني القنوات أو المجاري أو البايبز اللي بتحمل كميات مية صغيرة جدا، في حيث إن أنت ممكن حتى ساعتها يعني لو أنت عايز تعرف كمية المية اللي ماشية في هذه القناة زي ما احنا شايفين كده الماسورة دي، طبعا عارفين إن الماسورة تعتبر قناة، بنقدر بتجيب شيء معلوم الحجم زي هنا كده حاطين جردل، بتشوف الجردل ده بتملي في وقت قد ايه، او ممكن تقول يعني الجردل ده بتملي في وقت قد ايه، ادي كده طريقه. او الطريقه الثانيه تقول والله طب انا هشوف في الساعه انا اقدر املى كام جردل، يعني طريقتين مختلفتين. المهم النتيجه في الاخر ان انت بيبقى عندك معلومتين، معلومه الفوليوم حجم الميه اللي عبر من الكروس سكشن، والمعلومه الثانيه هي الوقت المستغرق في عبور هذا الحجم، بتقسمهم على بعض يبقى انت كده عندك فوليوم على تايم، وهو ده التعريف بتاع الديسشارج او الفلو اللي احنا بنتكلم عنه. وبتبقى الوحدات بتاعته فوليوم على تايم، في الحاله الشكل اللي قدامنا معبر عنها لتر في الثانيه. تمام، ليه لتر في الثانيه مش اي حاجه تانية؟ لان احنا قلنا ان دي كميه ميه ضئيله جدا صغيره، فمش هتنفع بالمتر المكعب، المتر المكعب ده حاجه كبيره، فاللتر ده رقم صغير، فممكن يعني التعبير عن الرقم ساعتها باللتر على الثانيه. الطريقه الثانيه اللي قدامنا اسمها اريا فيلوستي ميثود، واحنا كنا خدنا هنت عنها انك تستنبط هنا حاجتين، يعني انت بتبحث عن معلومتين تقدر تستخدمهم بعد كده علشان تحسب كميه الميه. الحاجه الاولى هي المساحه بتاعت الكروس سكشن الميه بتخش فيه بتمر من خلاله، والحاجه الثانيه هي سرعه الميه في هذا الكروس سكشن. زي الشكل، نبص كده على الشكل مع بعض. احنا عارفين ان كميه الميه متغيره، وبالتالي المساحه اللي بتغطيها الميه مختلفه، وكنا اتكلمنا قبل كده ان سطح الميه طبعا بيتغير من وقت للتاني ومن مكان للتاني. تمام، طيب انا هنا في الشكل اللي قدامي دوت انا عايز اعرف عند هذا الكروس سكشن المساحه قد ايه. انا بيبقى مطلوب مني ان انا اعرف اجيب يعني في ادوات رفع مساحي معينه متعلقه باعماق الميه بنستخدمها ان احنا عشان نرسم الكروس سكشن. الكروس سكشن يعني ابسط حاجه ممكن يبقى كروس سكشن مستطيل، ممكن يبقى شبه منحرف، نصف دايره، شكل غير منتظم، ايا كان. المهم بنبقى عارفين الشكل. بيتم يعني ابسط الطرق ان احنا بنقسمه كده لشرائح معينه تخيليه، وبنبقى احنا في الحاله دي طالما مقسمين واحنا عارفين الشكل يبقى احنا قادرين نعرف المساحه بتاعت كل مستطيل. يعني انا لو عارف ان انا عندي الكروس سكشن ده من هنا لهنا عرضه قد ايه، يبقى انا لو قسمته لعدد معين من الشرائح فانا ببقى عارف عرض كل سكشن، وانا في نفس الوقت ببقى قايس الكروس سكشن فانا عارف الدبس. ففي الحاله دي الاريا بتاعت بص ان اتش سب سكشن في كل سلايس او مستطيل من دول المساحه بتاعته بتساوي عمق المسافه، العمق اللي هو مسافه من سطح الميه لغايه الارض مضروب في العرض. طيب بيتبقى ايه كده؟ احنا عرفنا الاريا، بيتبقى الفيلوستي. الفيلوستي بتتجاب منين؟ في ادوات كتيره لقياس الفيلوستي، منها هنا اداه اسمها الكرنت ميتر، يعني اداه قياس التيار المائي. زي ما احنا شايفين كده هي يعني زي هنا يعني قديم معدني، وفي حاجه قدام زي مروحه الميه بتتحط في وش الميه، يعني بننزلها بحبل بحيث تبقى يعني على عمق ما في سطح الميه.
المية بتخش كده على المروحة دي، كل ما يعني سرعة التيار بتاع المية بتزيد لفات المروحة دي بتتزايد. وطبعا جوه هذه الآلة في يعني عداد بيقدر يقيس عدد اللفات، وبناء على كده بيقدر يقدر سرعة المية. تمام، في شكل مختلف من الكرنت ميتر، بيبقى بس بدل ما هو مروحة بيبقى على شكل باكتس. الباكت كل ما تلف اكتر يبقى معنى كده انها سرعة اكتر يعني، وبيتم الكاليبريشن ليها معين عشان يتحول عدد اللفات في الدقيقة الى سرعة للتيار المائي. كده بيبقى احنا معانا التو كومبوننت، معانا السرعة ومعانا الاريا. احنا عارفين ان حاصل ضرب المساحة في السرعة بيساوي الديستشارج. كده يبقى احنا عرفنا الديستشارج لكل مستطيل او يعني جزء من هذه الكروس سكشن. لما تقدر تعرف كل الديستشارجز دي لما تجمعهم على بعض السميشن بتاعهم بيبقى هو الكروس التوتال يعني الديستشارج اللي بيمر من كل القناة المائية دي. تمام، نبص كده مع بعض وناخد شوية معلومات سريعة يعني لزيادة الفهم. أول سطر معانا بيقول إن الكيو كيو سمول اللي هي الديستشارج اللي ماشي في المستطيل الواحد بيساوي المساحة في السرعة. التوتال ديستشارج بيساوي سيجما كل الكيو اي. المعلومة دي هنا مهمة، بيقول لك إن الدقة بتاعة تقدير الديستشارج بتتناسب مع عدد السيجمنتس، يعني كل ما عدد المستطيلات دي بيزيد يبقى الاكيورسي والدقة بتاعة قياس التصرف بتعلى. تمام، هنا بقى شوية هنتات كده عشان نقدر نقول، طب واحد يعني يفكر طب هعملهم كام شريحة؟ أنا ممكن لو عندي العرض بتاع المجرى المائي 30 متر ممكن أقسمه ل 30 شريحة كل واحدة عرض متر، أو أقسمه لشريحتين كل واحدة 15 متر، فيعني المدى واسع جدا. هنا التلاتة المعلومات اللي معانا دي بتوضح لنا. أول واحدة بيقول لك إن الديستشارج في كل مستطيل يجب، يعني طبعا هنا احنا بنتكلم يعني انت لو مختار عدد السيجمنتس صح يبقى المفروض ان مفيش فرق كبير ما بين سيجمنت واللي جنبها في الديستشارج. يعني لو انت مثلا لو اخترنا ان ده كروس سيكشن كده وانت مقسمهم غلط، ماشي يعني مقسمهم كده وكده ثلاثة بس ومع اتساع كبير، فاذا العرض ده بيبقى كبير وبالتالي الفلو اللي بيبقى هنا بيبقى فيه اختلاف كبير بينه وبين الفلو اللي هنا نظرا لان المسافه الافقيه كبيره. فهنا بيقول لك المفروض لو انت عايز تعرف انك مختار عدد الشرايح صح ولا لا يبقى الفرق ما بين كل سيجمنت والتاني لا يزيد عن 10%، لا يزيد عن 10%. تمام، الحاجة التانية إن السرعات بنفس الكونسبت، يعني إن فرق السرعات ما بين كل يعني تو سيجمنتس ما تزيدش عن 20%. تمام، يعني يبقى فيه زي كده إيه تناغم أو يعني سيميلاريتي ما بين أو سموزينج ما بين كل سيجمنت والتاني. تمام، وآخر يعني جايد معانا هنا بيبقى برضو يعني جميل، بيقول لك إيه إن عرض السيجمنت يكون من 1/15 ل1/20 من التوتال ويتس بتاع القناة ككل. تمام، الاسلوب التالي معانا في تقدير سرعة المية اللي هو الفلوت ميثود. هو زي ما احنا شايفين كده الشكل اللي معانا، انت عايز تعرف كمية المية اللي ماشية في هذا الكروس سيكشن، فانت بتيجي كده تاخد يعني زي لوكيشن، بتحدد لوكيشن ايه التو لوكيشنز هنا اهو، والمسافة اللي بينهم معلومة. تمام، وبتحط جسم طافي على وش المية، كورة أي حاجة، وهي طبعا بتتحرك مع حركة المية. فأنت بالستوب ووتش بتحدد الوقت الزمني المستغرق لأن الكورة دي تعدي ما بين التو لاينز اللي أنت عارف المسافة بينهم. يبقى أنت إذا عرفت طبعا هي الجسم الطافي ده بيتحرك بسرعة تساوي سرعة سطح المية. تمام، يبقى انت هنا قدرت تعرف سرعة سطح المية وقدرت تعرف السرعة بمعلومية المسافة والزمن كده انت عرفت السرعة، وبمعلومية ان انت معاك كروس سيكشن يبقى انت عرفت السرعة والاريا، تقدر هنا تحسب الديستشارج. نلاحظ بس ان الفلوت ميثود بتقدر السرعة فقط على وش سطح المية، بينما الطريقة السابقة اللي اتكلمنا عنها انت هنا بتقيس السرعة بطريقة الجهاز الكرنت ميتر. الكرنت ميتر ده انت بتبقى يعني من خلال مركب او واير او اي حاجه بتقدر تنزل الجهاز ده
حبل كده لغايه العمق اللي انت عايزه وتقيس عنده السرعه. فانت تقدر تقيس على عمق يعني بعيد او على وش سطح الميه ايا كان. فالطريقه الاريا فيلوسيتي ميثود بتتميز انها بتسمح بقياس السرعه عند اي عمق. وطبعا سرعات الميه على الوش او في الاعماق بيبقى في بينها فروق، بين اختلافات. وبالتالي انت لو عايز تعرف فعلا السرعه اللي هي تقدر تستخدمها في معادله ان الاريا في الفيلوسيتي تساوي ديستشارج، فانت هنا بتعوز تبقى عارف الفيلوسيتي الافريج مش بس اللي عند السطح. يعني نفهم من كده ان الفلويد ميثود رغم انها طريقه اسهل وارخص، ما بتحتاجش يعني كل التعقيد والمجهود والنفقات بتاع الطريقه اللي فاتت، الا ان هي عيبها انها مش دقيقه ومش بتدينا السرعه المتوسطه في القطاع المائي كله. نروح بعد كده لطريقه اسمها مانينج ايكويشن. طبعا هم اكتر من طريقه رياضيه، دي طريقه مبنيه على المعادلات. يعني الراجل الطيب دوت مانينج، على فكره مانينج ما كانش مهندس، كان محاسب، وهو علم نفسه بنفسه الهندسه، وعلى اخر عمره كده طلع لنا معادله بقت من اساسيات يعني ماده الهيدروليكس في اي حته في الدنيا، معادله مانينج. ففي طرق تانية بس من اشهرهم مانينج. يعني طريقة مانينج هي معادلة رياضية هو استنبطها نتيجة تجارب كثيرة زي ما احنا شايفين هنا. هي في الاخر بتطلع لك سرعة التيار المائي بمعلومية ادي 1 2 3 variables. يبقى انت لو قدرت تعرف الثلاثة معاملات دول يبقى انت كده قدرت تعرف سرعة المية في الكروس سيكشن. لو بصينا عليهم ببساطة هنقول ان انا عندي الاس اللي هي السلوب، اللي هي لو انا خدت كروس سيكشن كده في المجرى المائي وشفت الميل بتاعه يبقى هو ده الاس اللي انا بدور عليه. تمام. الان ده معامل اسمه معامل مانينج، بيعتمد على خشونه القاع بتاع القناه، وده بيتم تحديده بجداول معروفه ومنشوره في كل الكتب، اللي هي بتقول يعني لو انت القناه او الاستريم بتاعك الارض بتاعته من الزلط او الطين او الرمل او النباتات فيها كتيره او قليله او يبقى انت تقدر تعرف الان ديت بتساوي اخر حاجه معانا الار اللي هي الهيدروليك ريديوس، ودي عباره عن اسمه المساحه على البريمتر او المحيط المبتل بتاع الكروس سيكشن. ماشي. فانت لو عايز تعرف الار انت ببساطه بتقسم مساحه الكروس سيكشن، المساحه دي اللي الميه ماشيه فيها، بتقسمها على المحيط اللي هي الجزء اللي بتشوف سطح الميه فين، وتحسب المحيط البريمتر اللي تحته وتقسمهم على بعض يطلع لك هنا الار. والاس ديت دي نتيجه بقى طبعا التجارب التجريبيه اللي هو كتير اللي هو عملها. بالنتيجه ان انا بعد ما بعوض في المعادله بيبقى انا كده عرفت الفيلوستي، بضربها في الاريا اللي انا حاسبها اصلا، فانا كده عرفت الديستشارج الميه اللي ماشيه في هذا المجرى المائي. اتكلمنا برضو ان في طرق تانية كتيره لقياس المجرى المائي، اللي هي قياس السريان في المجرى المائي عن طريق ادوات. يعني انت فعلا عندك استراكشر. السلايد اللي قدامنا بتورينا عدد من التولز اللي بتستخدم لتقدير جريان المائي في المعمل. هنشوف كمان شويه ان هي في منها سكيل اكبر بيبقى في الطبيعه. لو بصينا كده على الحاجات المختلفه ديت، سلوز جيت وفلوم وير ونوتشز، هنلاحظ كلهم فيهم فكره واحده، ان بيخلي الميه تمر من خلال كروس سيكشن محدد معلوم. البارامترز بتاعته كلها معروفه كاريا وبارامتر وسلوب وكل حاجه. ماشي. يعني هنا انت عندك بوابه الميه بتبقى ماشيه فيها كده، انت من خلال الزراعه دي بتقدر تتحكم في الاتش ارتفاع الفتحه اللي الميه بتخرج منها، وبالتالي انت بتبقى عارف بالظبط الاريا والبارامتر وكل ما يتعلق بالسكشن اللي الميه بتخرج منه. تمام. نفس الكلام انت هنا عندك فلوم، الفلوم زي ما انت شايف كده ان انت بتخلي الميه تمر في خلال هذا المجرى المائي، سوري هذا يعني المستطيل او القناه الصناعيه. طبعا دي بتبقى متصممه بدايمنشنز وبزوايا وكل حاجه معينه، بحيث في الاخر بيبقى انت عندك معلومه عن ان السكشن اللي الميه ماشيه فيه من حيث الكروس سكشن، وبالتالي تقدر تقيس السرعه. يبقى انت معاك او تقدر تقيس الاتش الدبس. يعني الافكار هنا كلها ان انت بتريبليس قياس السرعه بان انت تقيس الدبس. طب ازاي ده بيحصل؟ بيحصل ان الاستراكشر ده
بيبقى معمول له كاليبريشن او معايره سابقه. يعني احنا قلنا لما كنت بتعمل كروس سيكشن في مجرى مائي كنت بتقيس السرعه. عمليه قياس السرعه مكلفه ومجهده وفعلا مش سهله يعني. يبقى الاحسن او الاسهل لو الاقي طريقه اقيس الدبس بتاع الميه، دبس الميه اسهل في قياسه، مجرد بتقيس يعني ومفيش فرصه للخطا كبيره يعني. فالفكره هنا انك بتجيب استراكشر، الاستراكشر ده متجرب قبل كده كويس ومعروف عند دبس الميه، لما يبقى مقداره قد كده يبقى السرعه قد كده، خلاص اتجربت مليون مره واتعرفت بناء على الدايمنشنز بتاعه هذا الاستراكشر. فبيبقى انت هنا الفكره انك بتمشي الميه في كروس سيكشن معلوم ومعاير، بحيث يبقى انت بتقيس الدبس بتاع الميه بتخش في ايكويشن جايه مع يعني بيلت كده مع الاستراكشر دوت، تقدر تعرف منه الدي سي تشارج اللي ماشي. المبادئ الرئيسيه ان هذه يعني بص كده شويه على بعض الافكار الرئيسيه، بيقول لك هنا ايه، ان هذه الاستراكشرز بتعمل كنترول سيكشن اوف ذا فلو، يعني الميه بتمشي في قطاع متحكم فيه. تاني حاجه ان الدي سي تشارج كيو ده فانكشن في الووتر سيرفيس اليفيجن، يعني هنا الكيو على خلاف المعادلات السابقه لما كنا بنقول ان الكيو فانكشن في الاريا اوف بي، هنا بيقول لك الكيو هي فانكشن في الاليفيجن ماشي عند نقطه معينه في الابستريم. وبيبقى في الحاله دي عشان كده بتبقى الفانكشن اللي معانا هي ان الكيو فانكشن في الاتش، تمام، حيث ان الاتش هو الاليفيجن بتاع الميه ماشي عند يعني مكان ما. بشكل عام الاستراكشرز او التولز اللي بتستخدم لقياس الفلو بالطريقه دي يعني بتقدر نقسمها تقسيمات كتيره زي ما قلنا من شويه، بتتقسم للاربع انواع ديت. ممكن كمان نقسمها لحاجه ثانيه، سيمبليت. السيمبليت دوت اللي هو ان الميه بتعدي زي ما احنا شايفين كده من يعني حاجه السيكنس بتاعها بسيط خالص، على عكس ان انت هنا عندك بقى بديل تاني اللي هو يعني بيبقى الميه بتعدي على استراكشر بعرض كبير، تمام. ده طبعا زي ما احنا شايفين مغير الاتش والسلوك بتاع الميه خالص، لكن في الحالتين كل واحده من دول يتم معايرتها وانتاج يعني المعادلات بتاعتها، بحيث في الاخر بس ان انت بتقيس هنا دبس معين وهنا بتقيس دبس معين تقدر تعرف منه ديسشارج على طول. اخر طريقه معانا قلنا اللي هي التريسر ديلوشن، يعني زي ما احنا شايفين هنا في ستريم ميه ماشي في الاتجاه ده كده نازل، فالولد ده عايز يتتبع سرعه الميه وهكذا. فهو هنا في الصوره دي جايب يعني زي ماده ملونه، حبر مثلا او بويه او غيره، وراح دلقها في مجرى الميه. انا هو بقى في الحاله دي هيقدر يعني مهما بعدت المسافه يقدر يشوف اللون الاحمر ده وهو ماشي مع المجرى، يقدر ساعتها يتتبع السرعه والمسافه ومشي في وقت قد ايه وانتشر قد ايه. طبعا اللي احنا بنتكلم فيه ده بيبقى مفيد جدا لو انت بتتكلم معاه، طبعا بشرط ان ما يكونش ماده ملوثه ولا تاذي البيئه ولا الاسماك ولا حاجه. بيبقى ميزته ان انت تقدر تطبقه بقى على سكيل كبير، لو ستريم ضغط تقدر ساعتها بقى فعلا تشوف يعني حركه التريسر ده، خصوصا ان بعض التريسرز بتبقى تريسرز مشعه، فانت حتى ما بتبقاش محتاج تشوفها بعينك، انت في تولز معينه تقدر تقيس حركتها يعني مع الوقت ومع المكان. كل اللي احنا اتكلمنا فيهم دول في امثله محلوله لواحد واحد فيهم، يعني الانبوتس بالداتا بالايكويشن سوليوشن على الصفحه ديت، انا هحطها في وصف الفيديو، نقدر نشوف هي امثله محلوله، يعني بيحط المساله بسيطه وبيحط الانبوتس كلها وبيعوض في معادله يعني بمنتهى الوضوح، وبتوصل في الاخر ان بيحسب الدي سي تشارج اللي خارج، تمام. فهحط لكم ان شاء الله الرابط ده في وصف الفيديو، يعني يا ريت الناس تخش تشوفه عشان الموضوع بسيط خالص ومجرد اسئله تعويض مباشر. ان شاء الله الفيديو اللي جاي بقى احنا كده خلاص شفنا ازاي نقيس بايدينا، لكن في الحقيقه طبعا بيبقى من عندنا شفنا يعني صعوبه انك تقيس بايدك، خصوصا لو بتتكلم عن حاجه في الطبيعه، فيجب بضروره يعني ان يتم استبدال كل وسائل القياس ديت بطرق ماثيماتكس وموديلنج وسيميليشن واستيميشن. فده اللي هنتكلم فيه ان شاء الله النهارده يعني الفيديو اللي جاي، اللي هو ازاي احنا نقدر نخمن ونقدر ونتصور ونتوقع يعني الهيدروغراف بتاع الستريم اللي جاي بمعلومية حاجتين، الأمطار وخصائص الحوض أو
مجرى المائي المياه ماشي. شكرا لكم واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم.